احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 20/5/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار الجاموس اللحم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك انا مال يا جماعه من المال الطيبات. اللهم صل عليك انا. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا معلم. عرفنا باسمك ياسر ابو علي. المعلم ياسر ابو علي منين يا معلم؟ ابو حمص. ابو حمص انس نورت في سوق دمنهور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك انا. دبابه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. عامله كام بمرد الله؟ 53000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك انا. ماشي كام الكيلو جاي من النهارده في الجاموس؟ والله ما اعرف. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. 53000 بيع وشراء يا جماعه على بعضها كده. بسم الله ما شاء الله. دبابات. اللهم صل عليه كده. الله هو اكبر. اتفرج وملي عينيك وصلى لحبيبك النبي. اللهم صل عليه كده. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كده. معاك حاجه غيرها تاني يا معلمي؟ لا يا معلم. طب ادينا رقم تليفونك لو حد عايز حاجه اتواصل معاه. خد 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 يا عم. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الجاموس اللحمه يا جماعه في سوق دمنهور. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. معاك رقم تليفون يا معلمي؟ 011 4320 3526. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. صباحك ابيض. نارك ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. دبابات الجاموس اللحم في سوق دمنهور. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي. السلام عليكم يا حاج. السلام عليكم. كل سنه وانت طيب. تجار ولا غنيه؟ تجار وغنيه. تجار وغنيه. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. دبابه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. اللهم صل عليك يا نبي. عامله ايه يا معلمي؟ بيع وشراء ياما فيها والله. كام والله بنرد الله؟ ياما بيع وشراء ياما يعني. يعني قد ايه كده؟ بسم الله ما شاء الله. 60 و65 و70. 60 و65 و70. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لك. اللهم صل عليك يا نبي. يعني شغالين في الجاموس لو حد عايز حاجه؟ اه عندنا بهايم جاموس لحم. قاعدين فين يا معلم؟ قاعدين في البسلمون. في البسلاجون. بسلاجون تبع ابو حمص ولا تبع؟ تبع كفر الدوار. كفر الدوار. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه تواصل معاه. طب ماشي خد رقم. كام يا غالي؟ 010 9 0 10 9 2 9 2 9 15 15 315 315 305. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاجي. الله يبارك لك يا غالي. صباحكم ابيض ان شاء الله. اه صورنا انا من عياط من الجيزه. حاج مصطفى صور حاج لحم هنا. حاج مصطفى انيس ونارت في سوق دمنهور يا معلم. منين يا معلم؟ من الجيزه من العياط. الجيزه العياط. شارع عبد المنصف من اسنا. من اسنا المستشار عبد المنصف انيس ونارت معلمي النهارده في سوق دمنهور. الله يبارك لك يا سياده المستشار. انيس ونارت والله. يعني اسعار الجاموس ايه النهارده؟ لا النهارده الجو ماسك شويه، الجو فيه رفع السنه صغيره عشان السكينه واقفه. السكينه واقفه طبعا. الله يقويكم ويعينكم يا معلمي ويجعل صباحكم ابيض. طب ادينا الرقم طيب لو حد عايز حاجه تواصل حبيبي. الله يصلح حالكم. صباحكم ابيض ان شاء الله. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.